واو واو يا سلام، أنا الآن اشتريت كل الطعام اللي موجود في هذا المتجر. يا سلام يا سلام، يلا خليني أطلع. هي هي انتظر. ايه شو بدك انت؟ ما حاسبتني، ما اعطيتني الاموال. انا وفي مش في المجان، هي مكتوب بالمجان. لا مكتوب 15 عملة. اعطيني الاموال يا اما رجع الممتلكات لمكانها. انت خد ابلع ابلع ابلع. شو بتسوي يا شري؟ بدك كلها شغلات، يلا انت كلها زيك بدك تاخذها كلياتها. ها كويس هيك، يلا انقلع. والله بدي اشكي عنك للشرطه. ايوه ها شو بتسوي انت هون؟ هي تعال لا تروح بعيد. انت يا مستر مخلل العملاق السمين، انا بدي اصير مثلك. مش وقتك انا بدي اروح ادور على طعام. تعال ما هو انا كمان يعني بدور على طعام مثلك، ليش ما تصير انت صديقي وندور مع بعض ونصير سمينين مع بعض؟ انت ما بتعرف تدور، انت فقط راح تتقاسم الطعام معي، وانت فقط راح تاكل اكثر اشي واكثر من اكلي، وما بدي انا مشغول بالبحث عن الطعام. هي لا تروح بعيد، بترجاك انا بحكي لك، انا كمان بدي طعام وبعرف وين موجود الطعام. طيب يلا احكي لي وين اول موقع للطعام. موقع للطعام؟ بتحب البيتزا انت؟ طبعا بموت بالبيتزا، قلبي ودبدي بالبيتزا. بيتزا انا بعرف وين ببيعوا البيتزا، وبدنا نسرقها سرقة. واو يلا خبرني يا سبونج باب، خبرني يا سبونج باب. هي اول اشي البيتزا موجودة بتعرف وين؟ موجودة عند لؤلؤة، احنا رح ننصب عليها بكل سهولة، هي بدها موصل، رح نعمل حالنا موصلين ونسرق البيتزا. فكرة جميلة، وين منزله هذا؟ هو ايوة بنت مستر سلطان. هي تعالوا بدي موصلين البيتزا. هنا انا قادم للتوصيل. لا انا قادم. شو هذا بس انت سمين كتير، انت معقول بتقدر توصل البيتزا في الوقت المناسب؟ بالطيارة بصير اطير لك طيران انا والسبونج باب. طيب خلص ماشي، انا راح اعطيكوا هاي المهمة، تعال وخذوا هاي 3 اطباق بيتزا وزعوهم على هدول الاشخاص. على مستر عضلات، وعلى شفيق، وعلى العريس البحر والحلزون الصغير. ايوة بالضبط، يلا خدوا هاي هذا، خد يا سبونج بوب، يلا روحوا من هون بسرعة لا تطولوا. يلا تعال نستخدم هذا. يلا سبونج بوب بتعرف الان شو بدنا نسويه؟ يلا الان بدنا ناكلهم ونوصلهم فاضيين. نعم اقول لك بنعمل نفسنا نوصلهم، ما بدنا نوصلهم كمان، شو رأيك في هاي الفكرة؟ والله فكرة مضحكة، والله هيهم شو نسوي فيهم هدول؟ تفضلوا. هذا ما اعطانا، شكله بتخيل ولا شو؟ تعالات البيتزا تعال. شايف كيف؟ زيك بس. والله مضحك جدا، بدنا ناكل بيتزا. يلا اقسم يلا. يا هذا اللي اسمه فشيق ولا مش عارف شو هو، يا سلام. واو ادعس عشان ما يتذكر شو اللي صار، ادعسه. وين البيتزا؟ خبها البيتزا. يا سلام. يلا خد كل بيتزا. لذيذة أيوة، لسه الآن نستفرد فيها أحسن. يلا على سيد عضلات آخر واحد، إحنا رايحين لعنده. هذا في المتجر اللي طردني. هي خلاص عادي احنا مهمتنا التوصيل. اعطوني البيتزا. تفضل ممتاز. شو تفضلات البيتزا ولا؟ ممتاز يلا هيك اخذتها، شكرا على الاموال. هات لك مسك بوكس. يلا سبونج باب اركض تعال معي، خلينا ناكل. خلينا
شايف ملاذها لذيذة. شايف كيف؟ حكيت لك خلينا نكون فريق. يلا انت بتاكل وحدة ونص، انا وحدة ونص. عيني باكل. يا سلام، مرحبا. انتوا كذابين، لا سويتوا هاي المهمة ولا هاي المهمة، انتوا اكلتوا البيتزا. ايه لا، ما كنا البيتزا، ما كنا البيتزا. انت بتسر علينا، انت شريرة، ابتعد عنا. اهرب اهرب. هي لسه انا ما صرتش سمين، بدي اكل اكتر. طيب وين في يا سبونج بوب؟ منازل يعني بتبيع الطعام، اما مناطق بتبيع الطعام، مطاعم بتبيع الطعام. ما بعرف، مش عارف، انا كنت فقط بعرف لولا. الان دورك حتى انت تجلب لنا الطعام. اوه انا ما بدي ابقى في هذا المكان في المدينة، بدي اطلع على القسم الاعلى. بتعرف ليش؟ ليش؟ شوفي في الأعلى ما في إلا منازل. وكمان بتمشي للأمام، بتمشي بتمشي بتمشي، بتلاقي مطاعم. هاي المطاعم أنا وإنت راح نروح لعندها. مطاعم؟ هي ما راح طعمونا لأنه ما معنا مصاري، كيف يعني بدنا ناكل؟ شكلك ما بتعرف مين هو سيد مخلل. أنا ملك ملوك الطعام. هاي في هوني مطعم دلو الحماقة، وهوني عندنا مطعم مستر سلطة، مقرمشات سلطة. عم نروح على مقرمشات سلطة ألذ وأزكى. لا لا، مو ما راح يقبل لنا طعمينا، لأنه هو أكثر شيء بيهتم له المصاري، ما معنا ولا قرش إحنا حتى ناكل. عاد بدي أنا بدي. هي مستر سلطة، دد 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 دد. ماذا تريدون؟ لؤلؤة بتتصل في. ألو ألو يا لؤلؤة. أيوة. هي بابا، هذول نصابين سرقوا البيتزا وما عطوني مصاري، وسرقوا سيارة الصخرة كمان. هاي تعالوا. بسرعة بسرعة، خلص دلو الصداقة. مرحبا، بدنا ندخل عندك. تفضلوا إلى الداخل. يلا 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 يلا، بسرعة بسرعة سبونج بوب. يلا يلا سيلة، لحظة لا تقفز، هوني شمشون الشرير ما عنده أكل. ايه طيب ايش وين نروح؟ فيش غير هذول المطاعم، يمكن اليوم سوى اكل. ايه ما بسوي هذا بحاول يقلد مستر سلطة، هو فاشل ومش لذيذ. طيب شو بدنا نسوي؟ ما بعرف، انا بدي الطعام والجائعة كتير كتير. طيب بناكل شمشون. يلا يلا يلا، قدامي قدامي قدامي. اي والله راح نندم، احنا راح نندم، لانه اكيد هو مسوي لنا فخ في الاسفل، هو ما بيحب حدا منا. هاي هاي شمشون، هل تسمعني؟ هاي انزلوا الى الاسفل لتاكلوا البرجر اللذيذ. ما رايك يا سبونج بوب؟ شو رايك؟ برجر برجر، انا بدي اصير سمين باي طريقه، بس مش من شمشون. مش عارف. انا بدي شمشون. اهلا وسهلا فيكم في دلو الصداقة. انتوا الان ما راح تاكلوا برجر، انا الان راح اسوي منكم انتوا برجر. لا مستحيل، تعرف الان شو راح اسوي سبونج بوب؟ انا شو راح تسوي بعد ما هذا الموقف وضعتنا فيه؟ انا بعرف انه شمشون شرير، انا بعرف انه راح يسوي فيها من مقالب مثل هيك، بس انا بعرف كل الفخوخ تبعته وحافظها، وراح ادخل على مطعمه الان. سكر علينا. شو عرفك اني بدي اسكر؟ هاي شو هذا؟ انت ليكون جاي حتى تسرق دلو الصداقة قبل كامل تبعي، وتأكل كل مخبز وكل المخزن تبعي، تبع اللحمة والبرجر. انت عندك مخبز؟ الان رح اخبزك خبز. استنى شوي. ايوه زيك، حافظهم كل الكبسات كمان. انا راح انتقم منك، انت ما راح تقدر تحفظ الالغاز القادمة وراح تخسر فيهم. طيب شوف، انا كنت شرير مثلك وبعرف كل الخبايا تبعتك. طيب يلا، شو هذا؟ كيفك بعرف كل شيء هذا المجنون؟ نعم وابا، خلصت الثانية. شوف شو حسوي كمان سبونج بوب وراي. نعم يلا، يعني بلحق فيك، انا بدي اكل.
تعال. يلا يلا الطعام قادم، الطعام قادم، انت وثقت فيي وانا ما رح اخذلك ابدا ابدا. اي ما رح تقدر تسووها ابدا ابدا، انا رح اجيب لكم شمشون الالي. شمشون الالي، جميل، هذا بتاكل. اي احترم نفسك، ما بتاكل، هذا رح يقطع عليك لانه هو اذكى اذكى اذكياء العالم بالشر. طيب ماشي، منشوف زي هيك منشوف زي هيك، وطلع طلع طلع، لازم اكبسهم كلهم. ايوه واحدة واي تنتين، يلا سبونج بوب هاي ثلاثة، شوف الشطارة. يلا يلا بدنا ناكل، والله انا ما كنت عارفك انك انت سريع وقوي زي هيك. نعم زي هيك خلصتم كلهم. يلا طيب، هذا التحدي ما راح تقدر له لانه هذا تحدي الحظ. طلع سبونج بوب. ايه والله انك قوي كتير، انت ما كنت اعرفك زي هيك. لا انا قوي، شوف شوف زي هيك، تركيز 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 تركيز، بتعرف شو بدي اسوي؟ بدي ابلعك يا شنشون. تعرف شو هذا؟ مفكر انت يا سبونج بوب هيك خلصت؟ تعال معي. ايه شو هذا؟ والله انك انت سفاح اكيل، انا دا صير سمين مثلك، وين المخزن تبعه؟ يلا يلا تعال هوني، بندخل وبناخد كل الطلبات اللي بالعالم، وناخد البرجر اي الباي تشيل بلا 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 بلا، والتشيك والبفرايز، كل ايش كل ايش راح ناخده. هي المطبخ كارين. شو بتسوي انت هون؟ بدي اطلب 1000 برجر، 2000 دجاجة، 10000 شطيرة، شو رأيك؟ واو والله اكتر اكتر، انا بدي اكل وانت بدك تاكل، يلا اكبس اكبس هون اكبس. يلا 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 طلب 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 طلب، 100% زيك.